عليه بعض التعديلات، ولكن للأحسن إن شاء الله. وأتمنى أن نقضي وقت ونستفيد من خبرات السادة الذين أتونا من مسافات بعيد وهم رواد في العمل الإنساني والعمل المدني. أشكرهم جميعا باسمكم، وأشكر جميع القائمين على تحضير هذه الورشات، من أصغر شاب واقف في الكاميرا لأكبر واحد فينا، كلنا هي جنود لخدمة هذه الرسالة التي نقوم بها، نقدمها من أجل تطوير المجتمع المدني، تطوير كفاءات المجتمع المدني وكوادر العاملة في منظمات المجتمع المدني. أبتدي بالتعريف حاليا بعد الترحيب بتعريف بسيط عن برنامج الدورة. تقول أخي زميلي والدكتور سيد زيناري يعطينا فكرة الورشات وكيف أنشأت وكيف صممت، هي ورشات لتبادل العمل الإنساني تحت عنوان ضبط البوصلة. واسمحوا لي أن أرحب وأشكر جميع المدربين الذين حضروا معنا، وأبتدي التعريف بهم. هو غني عن التعريف والمعروف بالعرب الدكتور هاني البنا، رئيس المنتدى الإنساني العالمي ودكتورة في الطب، مؤسس أكثر منظمة إغاثية إسلامية في أوروبا، ويقود أكثر من 13 مبادرة تطوعية على مستوى العالم، وحائز على جائزة OBE البريطانية، ولديه الكثير كثير، يعني ربما لا يتسع هذه الورقة لذكر إنجازاته ما شاء الله عنه، ونشكره جميعا باسمكم. أيضا أتوجه بالشكر للتعريف عن الدكتور محمد السوسي، سيعطيكم معنا في دورة حياة المشروع وخبر آليات التطبيق والدورة في المشاريع التنموية. هو دكتور معه دكتوراه في مجال الاستدامة والعلوم البيئية من الولايات المتحدة الأمريكية، هو مدير لغاية اليوم مدير منظمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا في منظمة الإغاثة الإسلامية. فنرحب به جميعا وشكرا لوجوده معنا وتطوعه معنا. نعرف أيضا ونتشرف بالتعريف على الدكتور طارق عفيفي، هو المدير التنفيذي للإغاثة الإسلامية في ألمانيا، وهو يحمل شهادة الماجستير في الإدارة العليا من جامعة فرانكفورت، وعضو مجلس إدارة المؤسسة الألمانية لتقييم المنظمات الخيرية المؤسسات الخيرية والشفافية. أستاذ زيد الرومي هو المدير التنفيذي، سيكون معنا في استدامة التمويل والتعامل مع المانحين، سيكون هو معنا وهو المدير التنفيذي للإغاثة الإسلامية في كندا، لديه خبرة 15 سنة في العمل الإنساني وجمع التبرعات، وهذا شيء مهم لنا جميعا كيف الخبرة في جمع التبرعات. لديه دراسة وشهادات ماجستير في أساسا في الاتصال وفي التنمية العالمية، ولديه ماستر في إدارة الأعمال. نرحب بهم جميعا ونشكرهم على وجودهم وتطوعهم معنا، ونأمل من الله أن يرزقهم الثواب ويرزقنا الفائدة منهم إن شاء الله. أنا أعرفكم على دكتور سيد زيناري. دكتور سيد زيناري هو أيضا من قدام العاملين في إسلاميك ريليف، ويعمل عمل أيضا في السودان مع إسلاميك ريليف، وعمل أيضا مع الأكاديمية الخاصة بإسلاميك ريليف، وهو سيقدم لنا موجز وفكرة عن البرنامج ككل. فتفضل سيد. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، شكرا لله ولا شيء، شكرا لنا محمد عبد الرسول. القاعة دي مش قاعة تدريبية، فعلا شكلها مش شكل قاعة تدريبية، قاعة تدريبية بمربعة شكلها مختلف كده، ولا الموجودين مدربين في الحقيقة، يعني أنا مش متصور دي صدمة في الأول. هذا اللقاء ليس لقاء تدريبي، هؤلاء الإخوة ليسوا مدربين أساسا، ولن يعمل واحد فيهم مدرب أساسا، وإنما كأني أنا بقول الناس دي خبرات عملية على مدى 10 سنين، 15 سنة، 20 سنة، 30 سنة، جايين يعني يسندوا ويقفوا جنب إخوان السوري. قبل 30 40 سنة قابلت الراجل أهو وماشي، كان طالع من الإمارات للخليج، طالع مش عارف إيه، أقصد الدكتور هاني البنا، وهو عمال يجري إزاي إن الأمة اللي
الإسلامية دي ربنا سبحانه وتعالى يوجد فيها كيان جديد ومؤسسة جديدة تساعدها إنها تستعيد دورها بشكل أو آخر. اللي موجود على مدى الثلاث أيام أنا أقدر أقول أكتر من 70-80 سنة من الخبرات العملية. إحنا وأنا كنت بتكلم يمكن أتكلم الوقت على شكل الكورس ده عامل إزاي وشكل الكورس ده عامل إزاي وشكل الكورس ده عامل إزاي. اللي إن أنا أقول اللي هنلقاه خبرات عملية ميدانية. أنا كنت بكلم أخويا زيد بقول أنت تعمل إيه؟ زيد مثلاً قاعد في كندا، هو يمني قاعد في كندا فترة طويلة ومعاه الماستر ومعاه وخد جزئية كبيرة جداً وبيدرب حاجات كتير، لكن زيد قال يا سيد أنا عندي خبرات كتيرة مش هقولهم اللي أنا عارفه، أنا عايز أعرف واتس ميسنج، إيه اللي مش موجود عشان أقدر أقدمه. نفس الكلام بتاع أخويا طارق، أنا بقول الدورة دي عبارة عن أربع محاور لها قاعدة عريضة كده فاونديشن بيمثلها أخويا الدكتور هاني اللي بتتكلم على المبادئ والقيم واحنا ازاي شغالين وايه المبادئ بتاعتنا وايه النظره الاستراتيجيه وازاي نكمل وازاي ما تتكررش افغانستان تاني، لان اللي جايين في المراره ان احنا جرينا كلنا راحت الجمعه على افغانستان لما ضرب الاتحاد السوفيتي وعملنا اغاثه وصرفنا اللي اتصرف اكتر اربع مرات ولا ثلاث مرات على الصرف على اليهود عشان يعملوا دوله اسرائيل وبعدين ما تعملش دوله افغانستان وخلصت، وبعدين رحنا جرينا ورا البوسنه قعدنا نصرف 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 وبعدين بعد الإغاثة ما حصلش حاجة وجرينا على كوسوفو وبعدين جرينا على اليمن وعمالين نجري من هنا لهنا عمالين نطفي حرائق في الأمة بقالنا 30-40 سنة وكأن أنا خايف يبقى 30-40 سنة. فالدورة دي بتقول تيجي أخوانا نطلع من الدهلمة دي، تيجي نطلع من الدهلمة لأن الإغاثة هنجري في سوريا الوقت بنتكلم بدأ يقول لك تجري على الموصل، بدأ سوريا تنزل وتطلع الموصل بعد شوية يقول لك على صنعاء. اللقاء ده بيقول إزاي وإحنا في وسط الإغاثة نفكر في التنمية، ازاي نستفيد من القذف الاعلامي اللي بيتم الناس بيقولوا سوريا سوريا وفي ناس كتيره متعاطفين معانا سواء على الكوميونتي ولا على الانترناشنال دونرز وعشان بيساعدونا ويعملونا، ازاي بعد شويه لما يمشي يكون عندنا حاجه تمشينا. اخويا هاني كان بيتكلم بيقول ان الصومال ما اتبنتش حسب الصومال كلام، لكن الصومال لا مش دوله بقى لها 28 سنه مش دوله، ما فيهاش دوله ولا رئيس وزراء ولا اي حاجه خالص، واللي بينزل ان شاء الله سوريا ما يبقاش بهذا المعنى. الدوله دي عباره عن خبره عمليه، الفاونديشن اللي بيمثلها اخويا هاني عشان كده قاعد من الاول وهيبقى موجود في القاعه دي والقاعه دي والقاعه دي، لكن الثلاث قاعات هيشتغلوا على ثلاث محاور في الحقيقه. المحور الاولاني هم كلهم جواهر، اقصد جوهر او كور، لكن في اساسه الاولاني احنا في الاغاثه واحنا في سنه 17 بعد خمس ست سنين وداخلين على السبعه بعد اللي حصل في الثلاث اربع شهور اللي فاتوا التغير السياسي اللي تم في القضيه السوريه، وان احنا عارفين السنة 17 هيبقى مختلفه تماما عن 16 و18 هيبقى مختلف ونروح مجال ثاني، احنا طالعين من الاغاثه داخلين للتنميه، بس احنا مش جاهزين للتنميه، شكل الاغاثه بنعمل ازاي؟ وهل لازم نتكلموا اغاثه ولا احنا كنا بنشتغل صح ولا ايه؟ طب شكلنا واحنا في 18 او 19 المشروعات التنمويه مختلفه عن المشروعات ازاي؟ اخويا طالع على مدى يومين اللي هي السيشن اللي بعد ده تو سيشنز توداي وثلاثه بكره هيتكلم على المسائل التنمويه والعالم بيتكلم ازاي على المسائل التنمويه، هيتكلم على الجي اي سي ولا اليو اس اي ولا المؤسسات الدوليه ولا حتى الناس اللي موجودين هم بيفكروا ازاي في المسائل التنمويه. لو كنا احنا في الاغاثه بنتكلم على ووش وبنتكلم على الهيلث وبنتكلم على النيوتريشن وبنتكلم على الشيلتر، ده السوق بتاعنا، ده البرودكت بتاعنا، امال في التنميه هيبقى عامل ازاي؟ الناس بتتكلم على التنميه في بيتكلموا حاجه اسمها كلايمت تشينج، حد يعرف كلايمت تشينج؟ أنا بحضر كتير مؤتمرات عن كلايمت تشينج أو التغير المناخي، وبدأ لما يتكلموا على التنمية يتكلموا على التغير المناخي، أقول يا إخوانا إيه علاقة التنمية؟ أخويا طارق يقول إيه علاقة التنمية بالتغير المناخي؟ لأن إحنا هنعيش فيه وهنعمله. إيه الكروس كاتنج تايتلز؟ إيه العناوين المشتركة في العمل التنموي؟ بيتكلم في إيه؟ بيعمل إزاي؟ إزاي نخططه؟ إزاي نعيشه؟ وإزاي وأنا في الإغاثة ولسه الناس، أنا كنت بقول وأنا شغال مع اتحاد أطباء العرب في فلسطين كنت بقول كنت بشتغل فاندريزر بجيب فلوس، بقول والله انا مش بقدر اجيب فلوس الا لما اسرائيل تضرب غزه، يوم ما الصواريخ تنزل على غزه وتموتها الناس مستعدين يدفع كله يدفع، لكن يوم ما اسرائيل تبطل قصف محدش بيقدر يدفع. فازاي ان انا كاني كنت بقول يا بتوع غزه حوشوا الفلوس دي لان قدرتكم على انفاق الاموال اقل بكثير من حجم الاموال الموجوده، لكن السنه الجايه هتبطل ومش هيبقى عندكم فلوس ولا حد هيسال فيكم لان هيبقى في قضيه ثانيه. فانا بقول اخويا طارق العمل التنموي ازاي وانا لسه عندي شويه فلوس؟ ازاي وانا لسه الناس متعاطفين معايا؟ ازاي وانا لسه سوريا موجوده قبل ما تاخدها الموصل؟ ازاي افكر تنموي من الان؟ ازاي المشروعات اللي موجوده اعرف الانكها مع المشروعات التنمويه؟ طارق هيتكلم على العمل التنموي بهذا الشكل،
على الجيش كاتيميريا هم عندهم حاجه يقول لك جندر ايشو. الجندر دي مساله انا نفسي اتكلم اللغه بتاعتهم بس اعمل الحاجه اللي انا عايزها، اعمل انمي بلدي بشكل كبير عشان ما تتكررش عندي الصومال وما تتكررش عندي السونامي، البلاد اللي كان فيها سونامي. لم تبنى بيوت الى الان ولم تعمر افغانستان الى الان، ازاي التجربه يكون مختلفه؟ اخويا طارق اتكلم عن المحاور دي بشكل كبير، وبعد الورشه دي مباشره هيعمل مقدمه على اللي انا بقوله ده، وبعدين هيبقى السيشن الثاني هيقول ازاي نطبق ده، وبكره هيتكلم على محاور التنمويه مع كل مؤسسه بحيث ينتهي في نهايه اليوم غدا بواتس نيكست وايه اللي احنا ممكن نعمله في المؤسسه بتاعتنا مختلف عن اللي احنا بنعمله الان، وازاي نستفيد من الموارد الموجوده دي بحيث اعمل النقله، وان انا من الاغاثه للتنميه لازم يعدي مرحله ريكفري. هيقول معاييرها ازاي وشكلها ازاي وتشتغل فيها بشكل او اخر ازاي، هيغطيها ثاني هيتغطيها اخونا طارق، وهيتكلم على قضيه الهجره ولها علاقه بالكلام بتاعنا بشكل او اخر. ده انا بعتبره كور، لكن في نفس الوقت هيتكلم اخونا زيد وهو مسؤول الاسلام الخليجي في كندا، هو عباره عن خبره عظيمه جدا في كندا، وكان بدا في كندا لما هو بدا في الفند ريزنج كان بيجيب قد ايه يا اخي زيد؟ على حسب الكلام اللي هو قالولي كان عندهم 900,000 فلوس بيقدروا يجيبوا كل سنه، السنه الماضيه جابوا 28 مليون. انا سالته زيد ده ازاي انت جبت من 900,000 ل 28 مليون وانت قاعد في كندا؟ فقال لي ان انا بشتغل على اربع محاور. انا فضل ربنا لما هو قال لهم انا خفت عشان يكون المحاور دي ما اعرفش في سوريا، اول محورين ممكن اعملهم وانا قاعد في اي حته في سوريا. بيقول اول حاجه بعملها بالتواصل المجتمعي مع الناس بتوعي، ودي انا ممكن اعملها. وبتجيب قد ايه منه ده؟ قال لي هقول لك عليه. تاني حاجه بتعملها قال لي الديجيتال، يعني عن طريق الانترنت اللي احسن ناس السوريين يعملوه. فبيقول لي بالديجيتال بيقدر يجيب 60% من الانكم بتاعه، وانا كان ليا تجربه صغيره مع اخويا قتيبه، انا اسف انا مش عارف اسماء في بنفسي، كان في تجربه ان احنا واحنا قاعدين نستطيع نعمل فند ريزنج من الكمبيوتر او من الموبايل. اخويا هيقول خبرته الكبيره في ده وازاي يتعامل مع الحكومات، هيتكلم عن اربع محاور اللي هو قدر يجيبهم، وانا بقول له طب اديني البرزنتيشن بتاعتك الف الحقيقه انا عندي زي شنطه الحاوي فيها كتير، بس انا هشوف ايه اللي مسك وهدي للناس. يمكن في السيشن الاولاني اقول ايه اللي نعرفه على الفند ريزنج وازاي نخليها سستينبل وازاي نكمل فيها الى الاخر، واربط ده وهيربط الكلام ده بالكلام اللي بيقوله اخويا طارق. يعني اللي يكون في القاعه بتاع طارق هيتكلم على حاجه، اخويا زايد هيتكلم على نفس الحاجه، لكن ازاي تجيب فلوس للي بيقوله طارق للي بيقوله الاخ طارق في الناحيه الثانيه. يعني التو تراكس هيكونوا مرتبطين ببعض. في نفس الوقت هيكون اخونا السوسي، واخونا السوسي من واحده من افضل واقرب المناطق لقلوبنا كلها من فلسطين، وعنده خبره عمليه 5 سنين هو في الارض في فلسطين في اكثر حته كان فيها حركه، وانتقل الى الاسلاميك ليب على المستوى الاتش كيو وبيتكلم عن الاكسكيوشن، بيقول ازاي نصمم. وبعض الناس اللي حضروا البروجكت سايكل واللايف سايكل هو يتكلم، انا راجل جاي من الميدان وبقول ايه المهارات وايه الامكانيات المطلوبه لاداره مشروع تنموي. اللايف سايكلز اللي كلنا خدنا فيها دوره انا عايز اقول تركز على ايه وما تركزش على ايه في الكلام اللي بيقوله اخونا طارق. يجي اخونا هاني في اليوم الثالث هيتكلم عن المبادئ والاستراتيجيات اللي تربط الثلاث محاور دول، طبيعه العمل التنموي وكيفيه الانتقال اليها، اداره المشروع التنموي، اجابه الاموال للمشروع التنموي. الفكره بتاع الحكايه دي كلها ايه؟ انا باجي سوريا او باجي تركيا عشان اتعامل مع اخواننا السوريين على مدى الثلاث اربع سنين اللي فاتوا، وفي الحقيقه في كم تدريبي مهول بيتم في كل حته في الحقيقه، لكن اللي مش موجود الخبرات العمليه. انا بقول هذه الدوره مربوطه بالخبرات العمليه. ما انا متعمدين ان ما يبقاش باوربوينت برزنتيشن، مش عايزين يكون دي الستار، عايزين الستار يكون اخويا هاني واخونا طارق واخونا زايد واخونا محمد السوسي، بحيث يبقى التفاعل فيها ما يبقاش دوره تدريبيه خدت منها معلومات وانما خدت فيها خبرات. فانا اشجع الناس في البارتيسيبيشن في الاسئله، الاستراكشر اللي موجود الاخوه القادرين، انا بقول مره ثانيه دول ليسوا مدربين وانما قادر. واذا كنا شفنا هاني البنا قبل 30 سنه شغال، ففي هاني البنا جديد اعذرنا ازاي عنده لسه 37 سنه بادئ في البدايه واصغر يمكن من الدكتور هاني او في نفس الوقت اللي بدا الدكتور هاني. عندنا قاده مدى اللي هيحيب يحيي ربنا سبحانه وتعالى بعد 20 سنه. انا اتوقع هتلاقي الاخوه اللي بيعملوا التدريب دول من قاده العالم الاسلامي في العمل التنموي بهذا الشكل. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يذكرني ويذكركم بنيه طيبه، ونتفق على ونطبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواسه ابن عمر، انما الاعمال بالنيات. اسال الله ان كل اخ وكل اخت يوجد في نفسه نيه ونيتين وثلاثه
حتى نؤجر هذا العمل وحتى يكتب في ميزان حسناتنا يوم القيامة ويكون فيه أثر يبقى لنا بعد انتهاء عمرنا بإذن الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للكلمات الجميلة والتحفيز الجميل عند الدكتور السيد زناري. حاليا في مفاجأة لدينا ولدينا أحد الأخوة الحضور لديه صوت جميل وحنجرة جميلة سنحتفظ فيها بعد سماع كلمة خمس دقائق بعد سماع كلمة الدكتور هاني. لا تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أنا سعيد إن أنا معاكم وجاي علشان أتعلم من التجربة السورية، وكل واحد فيكم كنز من هذه الكنوز في المعرفة وفي الخبرة في الروح في العطاء في الأداء وفي الرؤية وفي كل شيء في الحياة. إن كل واحد في الغرفة وكل واحدة في الغرفة أعطوا ما لم يستطيع أن يعطيه الآخرين الآخرون. والعطاء هنا ليس له حدود، العطاء ليس له حدود، العطاء جزء من رسالة السماء وجزء من رسالة الأنبياء، وليس حكرا على شعب دون شعب أو جنس دون جنس أو لغة دون لغة أو ثقافة دون ثقافة أو إنسان دون إنسان. حتى الحيوانات بتعطي، بتدافع عن أبنائها وتدافع عن اللي هو القطيع بتاعهم، نشوفها في التلفزيون دلوقتي حية. والعطاء اللي احنا عايزين نبدأ بيه جلستنا اليوم أن كل منا يعلم الآخر، نتعلم من الصغير، كبير يتعلم من الصغير والصغير يتعلم من الكبير، وكلنا سواسية، كلنا سواسية في الهم وفي المسؤولية وفي الرؤية. مفيش حد فينا ما عندوش رؤية، مفيش حد فينا ما يقدرش يعطي. ربنا لم يخلق آدم اللي هو يعلم تمام العلم في خليقة آدم أنه يستطيع أن يعمل الأشياء، فعلمه أسماء الأشياء كلها، فعلم آدم الأسماء كلها علشان تكون دي المعلومة المعرفية أو المعرفة المعلومية اللي نتكلم عنها. فلذلك إحنا اليوم وغدا وبعد غد بإذن الله سبحانه وتعالى هنفتح صدورنا وقلوبنا من أجل شعب ومن أجل أرملة ومن أجل يتيم ومن أجل نازح ومن أجل لاجئ ولاجئة ومن أجل شيخ ومريض ومن أجل أمة سورية نريد أن نحافظ على شتاتها وتفرقها وأن نلملم الجراح في خلال من خلال عمل إنساني وليس سياسي بحت، عمل إنساني بكل المعايير الإنسانية التي يتحدث عنها القرآن الكريم أو يتحدث عنها الأحاديث النبوية الشريفة أو يتحدث عنها من سبقونا في هذا العمل. نحن نريد أن نبني مجتمع، مجتمع بتاعنا يبني الفرد، والفرد يبني نهضة، والنهضة تصنع حضارة، والحضارة تقود العالم كله. وأنتم يا أبناء سوريا، أنا أتمنى أن أنا أكون سوري زيكم، قادرين على إحداث هذه النهضة وهذه الحضارة، لأنكم أصلاً شعوب صنعت حضارات، مش حضارة واحدة، صنعت حضارات وصنعت نهضات وأفرزت ثقافات ورسخت قيم إنسانية وأخلاقية عالمية. لا تنهزموا نفسيا لنقص في شيء أو لقرار سياسي يؤثر على نفسيتنا، لأن رؤيتنا واضحة وهدفنا واضحة من أجل الفرد المواطن السوري الممتحن في حياته أو في حياته. فنركز على الفرد
اللي ممكن ننميه ونبنيه ونبنيها من اجل اسعاد البشريه. احنا مش عايزين نشتغل لسوريا عشان سوريا فقط، لا، سوريا دي منظومه اخلاقيه وثقافه لا نستطيع ان نمحيها من تاريخ العالم، ولن تمحى، ولن. ومن اراد ان يمحو الثقافه والتاريخ والحضاره السوريه نحن باقون لاعاده كتابتها مره اخرى من اجل اسعاد البشريه. الهدف ايه؟ ان لا تغيب اعيننا عن الهدف الرئيسي، وهو بناء الطفل والطفله السوريه. لكي نبني مجتمع ونبني وطن يسعى الجميع. يسعى الجميع كلنا في بناء الوطن، لنا هم واحد وكلنا سواسيه. ويفرق بيننا الايمان او النيه كما قال الدكتور سيد في الاول، انما الاعمال بالنيات. فنيتنا لاقامه عمل انساني يعجب الزراع، من يزرعون الخير في العالم، اما من يزرعون الشر فربنا يغفر لهم ويهديهم ويبعدهم عن طريقهم. فدي هدفنا، وكلنا هنتكامل في الثلاث ايام دول، هنتكامل عشان نبني شراكه. لن تستطيع جمعيه واحده او شخص واحد او مؤسسه واحده ان تحل قضيه واحده. كلنا متشاركين، ناس جايه من كندا، جايه من المانيا، وجايه من بريطانيا، وجايه من اسطنبول. عشان ايه؟ عشان كلنا بننظر لشيء واحد، كيف نخفف جراح ونضمد جراح ونرفع الهمة سويا لهذا الطفل المنكوب وهذه الأرملة الثكلة وهذا الشيخ العجوز أو المريض أو إلى آخره. ونحن عندنا ثقة في الله سبحانه وتعالى أننا قادرون. مد ست حركات ولا عشر؟ في 10 حركات؟ ما في 10، 6 حركات. ما في 10، أنا عندي 10 بقى. قادرون. 7 دول؟ 10. 10. فمش هنطول عليك في الكلام، لأن في واحد هنا صوته حلو وهذا بصوت حلو ده. قبل بصوت حلو، هذا بصوت وحش. السلام عليكم. عندنا فقط تنبيه وتذكير. هذه الجلسة مصورة لايف. ومبثوثة لايف وفي تصوير، اللي عنده أي مشكلة في هذا الموضوع يرجعنا يكلمني، أنا أسف وجوده مشان على الفرار، مشان أسف وجوده اللايف من ناحية. تمام، لا أنا قلت للمصور وجوده. اللايف عندي أنا لايف، أنت لايف ثاني. طيب أيضا في هناك كل من الإخوة، أول شيء نتشكر الجهات الحية الراعية، الإسلاميك ريليف على رأسهم، واليونيتيريان فور، واتحاد السوري العام، وايضا مش عايز اشكر نفسي، اشكر الجهات جميعا على جهاتها بناء على جهودهم. فقط من كل اخوه من الدكاتره المدربين دقيقتين او ثلاث دقائق تعريف عن هو قام السيد دكتور سيد، ولكن لسانه بكلماتهم، فاذا بتفضلوا بعرفنا هو يعطينا ايه. لكلهم تفضل. ممكن زيد محمد طارق محمد يتعرفوا عليهم الجميع. لا هم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أخوكم محمد السوسي، أعمل في الإرادة الإسلامية تقريبا منذ 10 سنوات ونصف، وعمليا يوم غدا آخر يوم إلي في الإرادة الإسلامية، وإن شاء الله سأنتقل على مؤسسة أخرى أدير عملياتها في العالم لعلكم تعرفونها، هي مؤسسة هيومن أبيل،
وإن شاء الله سنظل نعمل مع الإخوة السوريين ونتواصل معهم. الموضوع اليوم الصباح أتكلم مع الإخوة، أقول لهم أنتم ظلمتوني في اختيار المشروع، لأنه هذا يعني يحتاج كلام نظري كثير، والإخوة أخذ فيه دورات تدريبية كثيرة، لكن إن شاء الله ما سيميزه على الأقل إنه إحنا سأقوم بدمجه بالتجربة العملية والخبرة العملية وأمثلة كثيرة نتناقش بها كيف نستطيع إدارة مشاريعنا التنموية وما هي وطبيعتها. وهذا هو المحور الأول من إن شاء الله من الورشة. المحور أيضا الثاني وهي مراحل دورة المشروع، بالتأكيد أيضا المراحل اللي هناك في نقاط مهمة ونقاط ارتكاز أساسية سنتحدث عليها عنها في هذه الورشة، ليس وبالذات بعض الأمور التي نتناساها في مراحل حياة المشروع، وبالذات التصميم ديزاين وكيف نشرك المجتمع المحلي في تصميم مشاريعنا، وهذا مفهوم مفقود لدينا في الأزمة السورية وغيرها، بالذات في الأزمات دائما نكتب المشاريع في غرف مغلقة، نأخذها كوبو بيست ربما من البوسنة والصومال وال لأنها مشاريع طارئة في أزمات إنسانية. فهذا طبعا وبالآخر نتفاجأ بأن المشروع لن يكون له أثرا وأهدرنا أموالنا بعيدا عن الحقيقة. وإن شاء الله تجربتي في فلسطين وأيضا في المكاتب في اليمن وفي العراق وفي لبنان وفي الأردن إن شاء الله سنقولها معا، على الأقل نعطيها طابع يعني عملي أكثر وتستمتعوا فيه إن شاء الله. آخر محور سنتكلم عن أهداف الاستدامة 17، لأنه طالما بنحكي عن مشاريع تنموية فيجب أن نحكي عن الأس دي جيز ونشوف ما هي أهم هذه الأهداف التي نستطيع أيضاً نعمل بها مع بعض في الورشة، التي ممكن نخرج منها ونعمل بها مشاريعنا في الوضع السوري حالياً إن شاء الله ومستقبلاً عند العودة إلى سوريا إن شاء الله. بارك الله فيكم، لن أطيل وأعطي المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي طارق عفيفي عبد العليم، مقيم في ألمانيا تقريبا الآن، هكمل سنة 30 إن شاء الله، يعني 29 سنة في ألمانيا حتى الآن، وأعمل في الإغاثة من سنة 96 بشكل مستمر مع مرحلة بناء سنة 93، بنينا في بداية المكتب ولكن يعني غادرت الإغاثة لحد ما اتصل بي الدكتور هاني وقال إحنا محتاجينك بشكل يعني دائم. كانت سنة 96. بالنسبة لنطاق ورشات العمل اللي إحنا نعملها اليومين دول، يعني هنركز على قضية اللغة التي يتكلم فيها الهومانيتيريان سيكتور بشكل عام. كلنا بنتكلم على الإغاثة الطارئة أو العمل الإغاثي، العالم الآن بيتكلم على العمل الإنساني، يعني مرحلتين أو ثلاث مراحل رئيسية موجودة، ألا هو العمل الإنساني وليس فقط العمل الإغاثي أو الطارئ، ثم بعد ذلك مرحلة الريهابيليتيشن اللي هي مرحلة إعادة التأهيل، وبعد كده كيف الانتقال للعمل التنموي. بالنسبة للعمل التنموي كمثال، أنا بدي بس المثال، دكتور هاني كان يتذكر من 5 سنين عملنا مؤتمر عشان قضية المجاعة في الصومال. الصومال أنفق عليها في 20 سنة اللي فاتت أكثر من 60 مليار دولار أنفقت على الصومال حتى الآن. ومع هذا بنعيش الأزمة الحالية اللي هي أزمة المجاعة اللي موجودة. ده بيدل على فشل المؤسسات، فشل الحكومات في الانتقال من العمل الإنساني إلى العمل التنموي. 60 مليار كنا ممكن نحل مشكلة المجاعة ومشكلة المية ومشاكل كتيرة، ولكن الناس بسبب ضغط دايما العمل الطارئ والعمل الإغاثي بينسوا العمل التنموي، أو زين احنا نحط أسس في هذا الموضوع، فده اللي احنا بنتكلم عليه. تاني حاجة ملاحظة بسيطة موجودة برضو، العمل التنموي ولغة العمل التنموي، موضوع الجندر إيشوز. الجندر إيشو هو المشاركة المرأة، يعني أنا لما بشوف لقاء زي كده وبشوف 4 أخوات فقط موجودة
بعتبر ان ده برضه رساله يعني لينا احنا كلنا، ان في حاجات بتهم العمل التنموي، ازاي ان احنا بيضا ايضا للمراه جزء مشاركتها في الاعمال الاساسيه، في اعمال الريكفري، مع اعمال الريهابيتيشن لازم يكون ليها وجود وليها حضور. وان انا اذا عملت عمل تنموي واهملت بعض الجوانب اللي هي بتهم ليس فقط المانحين ولكن بتهم المجتمع حقيقه يعني، فانا بدي رساله خاطئه على اسلوب اداره المؤسسات في بعض الاعمال. فده يعني المحاور اللي احنا ان شاء الله هنحاول ان احنا نقترحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أنا اسمي زيد، زيد العوني، أنا عايش، أنا مواطن بريطانيا لكن عايش معاه الدكتور هاني قبل كم سنة في 2010، مساعد مكتب كندا في جمع ولمة تبرعات من الجالية الكندية، الحمد لله منها ذكر الدكتور زناري جزاه الله خير، قدرنا يعني نجحنا في هذا الباب، في باب لمة التبرعات، وأنا أحس أنه أكثر ما أقدر أقدمه للحاضرين والحلقة والدورة والورشة معي في يعني في موضوع جمع التبرعات هو خبرتي، لأنه يعني مثل ما ذكر الدكتور زناري لا أنا مدرب ولا عندي مؤهلات أستاذ ولا عندي، الحمد لله درست جامعة، درست ماجستير أول ماجستير ثاني إن شاء الله ناوي أكمل، لكن أكبر أو أكثر ما يمكن أعطيه للحاضرين هي خبرتي وتجربتي في الأشياء التي فشلت، لأنه يعني الفشل يعني يؤدي إلى النجاح، والأشياء اللي نجحت، فهذه يعني هذا القصد من حضوري. أنا جيتكم من كندا، قعدت في الطيارة أكثر من كم ساعة، فيعني هذا يعني ما أتمنى، أهم شيء بالنسبة لي إنه حضوري ينفع الحاضرين، وما حينفع الحاضرين إلا إذا عرفت ما هو الناقص، ما هو الأشياء اللي يعني عايزين نتكلم فيها، عايز ناخذ الخبرة هذه تنفعكم إن شاء الله، وتنفعكم في لما التبرعات تسويق المشاريع، لأن المشروع الإنساني أو الطارئ مختلف جدا عن المشروع التنموي لونج تيرم ما يسموه، فأتمنى أن يعني أقدر أنفعكم في هذا المجال، فإذا في نفسي إذا نجحت في نقل الخبرة وفي تغيير أو دعم أنتم كشغالين هنا على الأرض فإن شاء الله يكون خير، وأتمنى أن ينفع الله بنا لكم منكم اثنين ان شاء الله. جزاك الله خير. طيب احنا طيب احنا نشكر الاخوه جميعا وجزاكم الله كل خير، اسمحوا لنا في هذه قلبي داخلي عن كل واحد فينا في اي استراحه واللحظه بسيطه صوتيه جميله عاليه رائعه مع البلبل المعروف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قصيدة للأستاذ المرحوم المصري محمود غنيم تجسد الواقع العربي والإسلامي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ما أقول وما أسمعه. ما لي وللنجم يرعاني وأرعاه، أمسى كلانا يعاف الغمض جفناه، لي فيك يا ليل آهات أردد صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعر ملكناه أن اتجهت إلى الإسلام في بلد رأيته كالطير مقصوصا جناحه. إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تريده.
بأيدينا ضعناه بالله سل يا دكتور هاني بالله سل خلف بحر الروم عن عربي بالأمس كانوا هنا ما بالكم تابوا فإن تراءت لك الحمراء عن كثب فسائل الصرح أين المجد والجاب أين الرشيد واحدة من خاضها باع دنياه بأخراه هذه معالم خرس كل واحدة منهن قامت خطيبا فاغرا فاه إني لأعتبر الإسلام كالنحل إذ يتلاقى في خلاياه دستوره الوحي والمختار صلوا عليه والمختار عاهله والمسلمون وإن شدوا كلكم موزعون اعتقد كل واحد يعرف وين قاعته اذا في حد عنده اي استفسار ممكن يراجع الان بريك بريك نص ساعه 10 في 10 دقائق بس استراحه نص ساعه بريك 10 دقائق وكل واحد بعدها في القاعه توزيع مش موزع